انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوف وقتك وكده، لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله. سيبي لي نفسك كده خالص، انا بعون الله هخليكي نجمه مصر الاولى باذن واحد احد. بس ما تقطعيش. شوفي بقى، عايزك تسيبك من البنسيون اللي انت قاعده فيه ده، انا عايز ان شاء الله كده اخد لك شقه صغننه ومحندقه بفرشاها ولوازمها، تبقى جنب المحل تقعدي فيها وتبقي بتاعتي. نعم تبقي بتاعت المحل يعني قصدي. تعود تعالى يا ابني وصل ستك ناني، وقف لها تاكسي ليموزين خمسة راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست الناني تؤمر واحنا ننفذ. جرى يا بنت نوال؟ ايه العبارة؟ بنت يا نوال؟ انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسة مين اللي جايبك هنا؟ الله، جرى يا طاعون، انت أول مرة يا أخويا تلغيني باللغة دي. وطي صوتك يا بنت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف، واحنا بيخفز بينا الأرض. وشوية ناني وشوية ست ناني، هي ايه؟ ايه؟ تكره لي الخير يا اخويا؟ لا يا دنيا، ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد. انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد، تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا؟ امسي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لا فيها يا نوال، ربع اللي دخلك بتاعي، والا ورحمه امي اللي موع على شكلها، زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني خش برجلك اليمين يا نجمة مصر. اتفضلي يا ست الكل. هي دي شقتك يا ناني، شايفة؟ ريسبشن كبير وتلات مطارح وحمامين ومطبخ ايه؟ اوبن تشيكن امريكاني، وبراندة كبيرة شرحة وبرحة يربح فيها الخيال، والعفش ايه؟ شغل فنادق على ابوه عشان يستحمل لا مؤاخذة تنطيط السنين. تنطيط؟ تنطيط مين يا اخويا؟ هو انا عندي حد بيتنطط؟ انا قصدي يعني عشان لو موسوكا جاتلك ولا حاجه البيت اهو برضو يستحمل الوزن التقيل. ام موسوكا وسوكا بس هما اللي هيعتبوها، غير كده لا. اصيله ناني. طيب بص يا ست الكل بقى، هتعدي الشارع يا دوب فرك الكعب تلاقي نفسك جوه المحل، لا مواصلات ولا زحمه ولا قلق، عشان تيجي مبسوطه ومرتاحه لزباينك ومعجبينك. ها قلت ايه يا عمر؟ على البركه. على البركه. اصيله ناني، عندي ليكي خبر حلو كمان. قول يا اخويا. الحاج منير الدرويش صاحب قناه تقاسيم للرقص الشرقي عايزك تعملي عنده كليبات، وبيدفع حلو قوي. اهم حاجه الكلام في الماديات. لا انا مش هسيبه، انا هفضل وراه، انا هظبطها لك الماديات دي. وعلى فكره مش هسيبك انت كمان قاعده مقطوعه كده في الشقه دي لوحدك، لا من وقت للتاني كده هبقى اجي اشقر عشان لا مؤاخذه يعني اخد بحسك. لا يا اخويا كتر خيرك انت، انا اخد بحس بلد بزيها. يلا يا اخويا انت كده روح ركز في شغلك وفي محلك وانا هبقى كويسه. كتر خيرك. ما تخافش عليك يا ناني. السلام عليكم. ستايا فين؟ ما تتعبيش نفسك يا نوال، انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا، هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي دلوقتي. عزوز، صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. اهلا يا اخويا، امرني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذه يا زيزو، ما انت عارف يا اخويا حرمه وقاعده لوحدي، يعني ما اقدرش ادخل رجاله. الله الله، هم فين الرجاله دول؟ ده انا زيزو. ما تاخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوبايه اتنين وكل الاحبه اتنين اتنين. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكلي. الله، خدوهم بالصوت، ما انا اجيب الشقه وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي الكلام ده ما ياكلش عيش معايا يا ناني. اوعي من وشي، خليني اشوف من جوه. يلا اوعي. تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وشي، خليني اشوف من اللي جوه. ايه نوال؟ الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلو. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل التر يا حبيبي، انا راقصه بس بشرفي. اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل.
وشك ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرايه حبيبتي؟ ليه ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه اللي قصدي لينا بيتي. يلا طب ما تهدي يا ناني. الله قلت لك اهدي مش يلا. كده مع السلامه. جات كل هم صنف منيل الا ما فيكوا واحد عادل. انا مكسوفه منك جدا يا نوال، يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه. عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. معلش والله يا بهوات انا متاخره قوي، المدير هاريني تليفونات، اصل الصاله ما تشتغلش من غيري. ابو سمار سيبك منهم، ده ما فيش غيري. ايه مركز وظيفه ميري، انا ابو طالب وطالب كل حاجه. اهلا اهلا يا باشا. بابي معلش بس احنا مش عايزين نعطل نوال عن شغلها. ربنا ينجح ربنا ينجح مقصدك ان شاء الله ويرزقك بولاد الحلال. طب بيتكم بقى ومطرحكم سلام. متشكرين قوي يا نوال. اقعد يا بابي. اتفضل يا حبيبي. بص نجمه مصر منوره ملعبك يا فنانه يا كبيره يا عظيمه. مصالحه بسيطه بس كده عشان القمر يرضى علينا. انا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي ان الشغل واقف من غيري، بس والختمه الشريفه انا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله الله الله، وانا ايه وسوكا ايه؟ ما احنا اخوات يا ناني. الله يخليك يا دارا. بقول لك ايه؟ اقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال وليوتر ملهاش الا في جو جو. ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل، ماشي يا جميل، بس عليا النعمه من نعمه ربي، انا طلعت الشقه عشان ناني عشان مصلحتها. بص بص ما صدقنا ان هي يا اخي كنت جايب لها فرح يا راجل. ما صدقنا النصيبه سنن. ايه ايه هو ايه ايه ايه؟ قدامي سكه سفر طويله وهجيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقة ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه؟ الفردة اللي استبن ولا الحرمة الملاكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. انا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ الله في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجه. شيلوه من قدامي. شيلوا مين؟ مين ده؟ تعود. لا تعود ايه؟ استنى بس. نفس تعود شيل عضلاتي يا دارا. ده اتهطلت. انا حذرتك يا هيبه. اتهطلت ولا استنى بس ده اتهطلت. اللي عملت لي فيها لورنس العرق اسود. انت اتهطلت. انت اتهطلت يا بيتول. ايه؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.